السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم طريقه تفصيل وخياطه هذا الطاقم، يعني هذا لونسومبل اللي كيجي انيق ورائع في اللبسه بطريقه جد سهله وبسيطه. فيديو غيكون فيديو مفصل خصوصا للمبتدئات عن طريقه تفصيل وخياطه هذا لاجيب اللي كتجي هكايا لبلي من التحت وايضا معها لافيست ديالها من الفوق. فتابعوا معايا الفيديو للاخير عن طريقه تفصيل وخياطه هذا لونسومبل. فبسم الله وعلى بركة الله غنباشر البنات في تفصيل لافيست. هنا عندي قطعة من القماش اللي طويتها هكايا على جوج. بالنسبة لهاد القطعة تاع القماش البنات كناخدو عرض جلايل اللي هو 19 سنتيم زائد 6 سنتيم ديال المارات. كما كتلاحظوا هنا راه القطعه كتكون طويه على جوج. صافا البنات كما كتلاحظوا الطول بالنسبه للطره كناخذوا الطول اللي بغينا في لافيست. هنا كنعبروا حق المارات، يعني الحق تاع المارات بالنسبه للمارات راه كيكون عندنا غير في الامام، عندي فيه 6 سنتيم. هنا فقط غنقد هذه البلاصه، عندي التوب شويه ديكالي من هذه البلاصه وصافي. هنايا كنخلي حق المارات اللي هو 6 سنتيم. كما كتلاحظوا راه هنا كيكون هذه القطعه مطويه على جوج. صافي من بعدها كنجيب عاوتاني قطعه واحده اخرى ديال التوب اللي كنكون حتى هي مطويه على جوج. هنا راه كيكون مسدود، يعني فين كنخلي ديك 6 سنتيم في الاسفل راه كيكون محلول وهذا الفوقاني راه كيكون مسدود. كما كتلاحظوا راه كنطوي على جوج هكايا وكنحطو على التحتاني لان انا عندي ديك القطعه اللي لتحت يعني معزوله، داكشي البنات علاش خليتها معزوله. من بعدها كنديروا فتحه الرقبه اللي هي 5 سنتيم ونهبطو بواحد فاصلة خمسة ديال الرقبة الخلفية، وبالنسبة للرقبة الأمامية فكنهبطو بثلاثة سنتيم. من بعدها البنات كناخدو عرض الكتيف. بالنسبة لعرض الكتيف فعندي فيه 12.5 سنتيم. بالنسبة لهاد المقاسات فهم للبنات عمر 4 سنوات، وكنطيحو الكتيف ديالنا بواحد فاصلة خمسة. يعني هاد المقاس البنات راه البنات 4 سنوات، يعني يمكن لكم نتوما تطبقوا المقاس ديال البنيه ديالكم. وهنا طول التركيز كندير فيه 13.5 13.5 في طول التركيز كما كتلاحظوا. وبالنسبه لعرض الصدر فكندير فيه 16 سنتيم. عرض الصدر البنات 16 سنتيم. كناخذوا الطول كما يد اللي قطعت الاول راه فيه 34 سنتيم، 32 عندي في لافيست زائد 2 سنتيم تاع الخياطه. صافي البنات كنطلعوا كنهبطوا هكا واحد 6 سنتيم وكندخلوا بواحد نصف سنتيم تقريبا. وهنايا كما كتلاحظوا من بعد ما كنطلع هنايا راه طلعت واحد التقويسه ديال نصف سنتيم من التحت. صافي كنجيو هكايا الخط ديالنا ومن بعد كنقطعوا. بالنسبه للبنات راه عرض الشلي راه فيه 19 سنتيم. كنقطعوا الوراء ديالنا كنحيدوه ومن بعد هنايا الامام غنقطعوا. بالنسبه هنايا البنات راه كنطوي واحد 4 سنتيم هكايا وكنخلي 2 سنتيم اللي غتمثل ليا المرض. بالنسبه ليا راه غيكون عرض المرض ديالي 2 سنتيم و 4 سنتيم كنطويها هكايا. عاده كنقطع الدوره ديال لافيس حتى نتوما هكا غيجي المرض ديالي. من بعدها غنديروا التغييرات في التركيز تاع الامام. كندخلوا كنقسموا على جوج وكندخلوا بواحد سنتيم وكنحيدو داك الزائد اللي كنحيدو هكايا في دورة التركيز، يعني كندخلو بواحد سنتيم وكنحيدو واحد نصف سنتيم أيضا هنايا في الكتيف ديال الأمام. صافي هادو هما التغييرات اللي غنديرو في الأمام البنات. من بعدها غنمرو نديرو الأكمام. بالنسبة للأكمام كنعبرو هكايا التركيز ديالي فيه 17 سنتيم، يعني دورة التركيز من بعد ما دورتها راه فيها 17 سنتيم. كنجيبو القماش ديالنا كنطويو على جوج بهاد الشكل. بالنسبه للكميه تاع القماش البنات، يعني الكميه تاع التوب فغادي يكفيكم متر تاع التوب البنيه 4 سنوات. صافي هنايا كنطوي التوب على جوج بهذا الشكل ومن بعد كنطوي على 4 بهذا الشكل كما كتلاحظوا. من بعدها غناخذوا هنايا غندير فيه 16 سنتيم، عندي 17 في التركيز غندير 16 غنقص واحد سنتيم. انتما هنايا كندير واش غيجيني هو هذاك غيجيني هو هذاك انتما كما كتلاحظوا لان عندي هاد الطريف تاع التوب بغيت نستغلو. صافي كناخذوا الطول لكم. بالنسبه للطول لكم عندي 32 سنتيم، كنزيد عليه 2 سنتيم تاع الخياطه هي 34 سنتيم. من بعدها كنهبط هنايا البنات بشحال غنهبط؟ غنهبط ب 8 سنتيم، يعني عرض الصدر عندي فيه 16 سنتيم قسمه 2 هي 8. ومن بعدها كنمشي بهذا الخط نيشان بهذا الشكل.
بالنسبه لعرض الاكمام البنات راه قلت لكم فيه 16 سنتيم، كنقسموا هاد المسافه اللي كتكون هنايا على جوج ومن بعدها على اربعه، في الفوق كنخرجوا بواحد سنتيم، لتحت كندخلوا بواحد سنتيم. هذا هو الكم ديالنا، كنفيريفيوها البنات ضروري باش نشوفوا واش هو قد التركيز ديالنا، يعني فيه 17 سنتيم. وبالنسبه لراس الكم فغندير فيه 11 سنتيم. صافي كنصلوا هاد النقطه ديال راس الكم لهاد البلاصه البنات. صافي هادو هما الاكمام ديالنا، غنقطعوهم بالمقص كما كتلاحظوا. هذا هو الاكمام ديالنا كيجيو بهذا الشكل. راه البنات قطعنا جوج كمام في دقه واحده، يعني حيت التوب راه طوينا على جوج ومن بعد طوينا على اربعه. الان مرو نفصلوا اللياقه، يعني الكول، كل شوميز. بالنسبه لكل شوميز كناخذوا هكايا الخلف مع الامام كما كتلاحظوا، راه كنحطوا الخلف، الكتف تاع الخلف مع الكتف تاع الامام بهذا الشكل. وهنايا راه فين درت ديك 6 سنتيم ما كنعبرش البنات، كنجي هنايا كنعبر دوره الرقبه الخلفيه وهي مطويه على جوج، ودوره الرقبه الاماميه حتى هي هكايا مطويه على جوج حتى لديك البلاصه. صافي يعني كنخلي ديك 6 سنتيم، لقيت فيها 14 سنتيم البنات، كنجيبوا قطعه من القماش كنطويها على جوج ومن بعد كنطويها على اربعه بهذا الشكل، بحيث يكون ليا فيها ديك 14 سنتيم، يعني 14 سنتيم اللي لقيت في ديك الدوره تاع الرقبه الاماميه والخلفيه. صافي ومن بعدها كناخذ الطول اللياقه ديالي، غندير فيها 7 سنتيم. كليك ديري فيها 7 سنتيم 8 سنتيم، يعني الطول اللي بغيتي، يعني العرض اللي بغيتي. بالنسبه لي غندير فيها فقط 7 سنتيم. هنا غنقاد التوب ديالي مزيان، نقادو مزيان. من بعدها كنجي من البلاصه فين مسدود التوب البنات، كندير 14 سنتيم، يعني البلاصه فين مسدود التوب كناخذ 14 سنتيم وكنقسمها على جوج، كناخذ المنتصف ديالها. ومن الفوق ايضا كندير 14 سنتيم وغنقسمها على جوج بهذا الشكل وناخذ المنتصف ديالها. صافي. ومن بعدها هاد 14 سنتيم البنات راه هي دوره الرقبه الاماميه والخلفيه، وهما مطويين على جوج كما درت لهم كما كتلاحظوا. هنا غنخرجوا بجوج سنتيم، انا فقط كنعبر البنات واش عندي فيها جوج سنتيم. كنجيو هنا الاسفل كنطلعوا بواحد سنتيم، هانتوما كما كتلاحظوا كنطلعوا بواحد سنتيم لهاد البلاصه، يعني البلاصه فين جاتنا ديك 14 سنتيم كنطلعوا هنايا بواحد سنتيم. ومن بعدها كنمشيو بخط مائل كنخرجوا بجوج سنتيم الفوق، الفوق كنخرجوا بجوج سنتيم، وهنايا غنهبطوا بواحد سنتيم، يعني كنهبطوا بواحد سنتيم في هاد البلاصه ونمشيو بمائلين ونخرجوا الفوق عاوتاني. كنتمنى تكونوا فهمتوا طريقه تفصيل هاد كل شوميز، وفات لي شاركت معكم طريقه تفصيله على الباترون. صافا البنات كنقطعوا هاد الكول ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا. هذا هو الكول ديالنا، يعني هذا هو اللياقه ديالنا كتجي بهذا الشكل، كيجيو دوك المدينات هما اللي كيواليو الفوق. الان مروا لطريقه تفصيل لاجي. بالنسبه للتنوره ديالنا البنات، هنا الثوب كنطويو على جوج، يعني كنطويو على جوج وغنقطعوا الامام ونطويو عاوتاني على جوج ونقطعوا الخلف، اولا كطوي على اربعه، ولكن كتكون واحد البلاصه كيكون فيها الثوب مسدود. صافي هنايا كناخذوا 17 سنتيم عرض هاد القماش، هو مطوي على جوج 17 سنتيم، والطول ايضا 17 سنتيم. صافي البنات هذه هي التنوره ديالنا، وكندخلوا جوج سنتيم هنا. هنا البنات فين درت لكم هاد السام كندخلوا جوج سنتيم باش تعطينا ديك كيرف، يعني تجينا من الفوق تجي شويه مجموعه ومن التحت كتجي هكاك محلوله. كندخل هنايا بجوج سنتيم. هنا راه التوب ديالي مطوي على اربعه، يعني حطيت الامام والخلف ايضا، هانتوما كما كتلاحظوا هذا الامام وهذا الخلف. بالنسبه ليا قلت لكم فيه 17 سنتيم ودخلت بجوج سنتيم، غتبقى ليا فيه 15 سنتيم، يعني عندي فيه 15 سنتيم هو مطوي على جوج، يعني 30 سنتيم هو محلول. وهنا راه ديك 30 سنتيم البنات هي دوره الارداف قسمه جوج زائد 4 سنتيم، هي 30 سنتيم. صافي هنايا كناخذوا الاسفل. بالنسبه للاسفل البنات غنزيدوا الطول تاع التنوره اللي عندنا. بالنسبه ليا الطول التنوره اللي عندي عندي فيها 32 سنتيم، يعني 32 سنتيم في طول التنوره. الفوق درت 17 سنتيم. دابا الاسفل شحال غندير فيها البنات؟ وغندير المرض ايضا، ما ننساش المرض ديالي اللي غندير فيه ايضا 4 سنتيم، يعني عاد المرض 4 سنتيم زائد 17 سنتيم هي 21 سنتيم. داكشي اللي غيخصني حتى لديك 32 زائد 4 سنتيم تاع الخياطه هو اللي غندير في هذا الاسفل. فغندير في هذا الجزء اللي غيولي الاسفل هكايا غندير فيه 16 سنتيم، يعني غندير فيه 16 سنتيم. صافي البنات كناخذ 16 سنتيم في هذا الجزء، وهنا الثوب مطوي على جوج. هانتوما كما كتلاحظوا راه الجزء العلوي تاع لاجيب كنكون حاله على جوج، وهنا الجزء السفلي مطوي على جوج، يعني هنايا عندي 30 سنتيم على 30 هي 60 سنتيم كما كتلاحظوا. صافي كنقطعوه فقط بطريقه
يعني كنقطعوا شريط على طول ديالو 16 سنتيم والعرض ديالو 60 سنتيم. انتما كما كتلاحظوا هذه لاجيب ديالي الامام والخلف ديالها كنديروا مع داك الشريط، راه داك الشريط مطوي على جوج. انتما كما كتلاحظوا بالنسبه لهذا الشريط راه غنقطعوا شريطين، غادي نحتاجوا شريطين، واحد غيكون في الامام وواحد غيكون في الخلف باش غنديروا فيه لي بلي بهذا الشكل البنات صافي. وغادي يمثل لنا الامام، بالنسبه لهذا الشريط راه غيمثل لنا الامام. وغنقطع ايضا شريط اخر يعني بنفس يعني بنفس المقاس. وهنا غنجي نقطع الباندا ديالي. كما كتلاحظوا هنا راه كنجيب الجزء اللي غيمثل ليا الامام بهذا الشكل اولا الخلف، لان الامام والخلف عندي ديال لاجيب بحال بحال يعني مطوي على جوج. وايضا هنا التوب كيكون مطوي على جوج. غناخذوا الطول ديالو غيكون 10 سنتيم كما كتلاحظوا هنا كناخذوا 10 سنتيم. وبالنسبه للعرض راه كيكون عرض دورتها على لاجيب ديالنا صافي. غنقطعوا جوج قطع من هاد الشريط، يعني جوج قطع ديال الباندا، وحده غتكون في الامام وحده غتكون في الخلف. بالنسبه لهاد الباندا البنات راه فيها 15 سنتيم في الطول وفي العرض 10 سنتيم، لان ايضا لاجيب ديالنا راه فيها 15، لتحت فيه 17، الفوق راه فيه 15. انتما كما كتلاحظوا الباندا ديالنا غتجي بهذا الشكل. ونقطعوا ايضا الباندا للامام بنفس الطريقه للامام او للخلف، مهم لان الخلف ديال لاجيب ديالنا بحالو بحال الامام، ما مختلفش الامام من الخلف، لان البنيه عندها فقط 4 سنين فكنديروا بحال الخلف بحال الامام. والان نمروا لاله الخياطه. بالنسبه لاله الخياطه البنات غنبدا بلاجيب ديالي. كما كتلاحظوا هنايا خديت الشريط اللي كنت خديت فيه 60 سنتيم في الطول وفي العرض 15 سنتيم اولا 16 سنتيم عفوا. هنا كناخذوا كنخلي 1 سنتيم تاع الخياطه، ومن بعدها كنماركي 4 سنتيم، كنماركي 4 سنتيم كل 4 سنتيم كنعلمها من بعد ما خليت 1 سنتيم تاع الخياطه صافي. البنات كنجيب هنايا الشريط ديالنا كنديروا عليه الاسفل اللي غيمثل لنا لاجيب، دائما الوجه تاع التوب على الوجه. غنبدا الخياطه ديالي، غنخيط ديك 1 سنتيم اللي كنت خليت، غنخيطها بهذا الشكل كما كتلاحظوا باش نبدا فيه الخياطه. كنخيط داك 1 سنتيم، ومن بعدها انتما كما كتلاحظوا كنجيو كناخذوا 4 سنتيم كنطويها على جوج، يعني عندي 4 سنتيم البنات راه كنطويها على جوج صافي. كنطويو 4 سنتيم ديالنا على جوج، يعني جوج سنتيم على جوج سنتيم، كنطويوهم بهذا الشكل في داك الشريط اللي كيولي لتحت. وكنحطوا عليه عاوتاني الامام ديالنا بهذا الشكل، يعني الجليل ديال الامام لتحت تاع الامام البلاصه فين كنا درنا 17 سنتيم صافي. كنبقاو بنفس الطريقه كنخيطوا، يعني كنخيطوا كنخليو واحد 4 سنتيم ما كنديروش ليها البلي، يعني كنخليوها ما كنديروش فيها البلي، و 4 سنتيم اخرى كنديروها فيها البلي. انتما كما كتلاحظوا كنديروا البلي بهذا الشكل وكنطويوها بهذه الطريقه كما كتلاحظوا هنا 4 سنتيم على 4 سنتيم، يعني كتكون 2 سنتيم على 2 سنتيم. 4 سنتيم راه كنقسموها على جوج، 4 سنتيم كنقسموها على جوج ونديروا فيها البلي، 4 سنتيم كنخليوها سامبل يعني ما كنطويوهاش. انتما كما كتلاحظوا هاد 4 سنتيم غنخليها، ومن بعد عاوتاني 4 سنتيم غادي نطويها. هانتوما كما كتلاحظوا 4 سنتيم عاوتاني راه غنطويها صافي. كنبقاو بنفس الطريقه، لذلك البنات خدينا الدوبل ديال الجزء العلوي ديال التنوره ديالنا. هانتوما كما كتلاحظوا كنخليو 4 سنتيم و 4 سنتيم راه كنطويوها على جوج هكايا، 2 سنتيم على 2 سنتيم، وكنحطوها نيت على ديك 4 سنتيم اللي كنا غنخليو سامبل صافا. البنات كنبقاو بنفس الطريقه وكنبقاو نخيطوا حتى نوصلوا للجهه الاخرى، وبنفس الطريقه غنديروا للخلف، يعني كما درنا للامام غنديروه ايضا للخلف. من بعد ما سالينا الامام البنات هنا ركبت الباندا ديالي للامام، لاجيب ديالي من الامام، هانتوما دوزت عليها عبر الصباط من التحت ومن الفوق ايضا صافي. من بعدها البنات كناخذوا هكايا الامام تاع لاجيب ديالنا، غادي نعبروا شحال درنا فيه، درت فيه 30 سنتيم، عندي 30 سنتيم نردوا البال للخياطه راه يحيد لينا فيه 2 سنتيم تاع الخياطه. عندي في دورات الخصر 52 سنتيم، دوره الخصر ماشي دوره الارداف البنات، دوره الخصر. بالنسبه للجيب ديالي راه فيها دوره الارداف لان ما فيهاش السحاب، عندي 52 سنتيم كنقص منها 3 سنتيم هي 49، يعني كنزيد نديرو حتى لحد 49 فقط،
يعني من ديك 30 بقيت غادة تاخدي 49، نقصت 3 سنتيم من دورة الخصر. نتمنى تكونوا فهمتوا. صافي البنات، هذا هو لاستيك ديالي، غنديرو هكايا في المرات اللي غيكون لينا في الخلف، يعني البنطة اللي غتكون لينا في الخلف كنديرو هكايا. بالنسبة للاستيك فالعرض ديالو 4 سنتيم، يعني المرض ديالي القماش ديالي راه فيه 10 سنتيم، 4 سنتيم زائد 4 هي 8 زائد 2 سنتيم تاع الخياطة، لذلك البنات درت فيه 10 سنتيم. صافي، من بعد ما خيطت لاستيك ديالي بهذا الشكل كنطوي هاد القطعة بهذا الشكل كما كتلاحظوا. بالنسبة للبنات المرض ديال الامام راه بنفس الطريقة باش خيطته، داكشي علاش ما شاركتهم يعني ما وريتوش لكم، لانني غنوري لكم هنا الخلف اللي فيه الخدمة شوية. يعني كنطويو هاد القطعه بهذا الشكل وهاد الشريط بهذا الشكل وكنخيطوه هكايا على الوجه ديال القطعه ديالنا بهذا الشكل كما كتلاحظوا. صافي كنخيطوا هنا لاستيك، كنجروا لاستيك، ما كنخيطش البنات على لاستيك، كنخيط فقط القطعه ديال القماش اللي كتمثل لنا البنطه، وايضا مع لاجيب ديالنا في دوره الخصر في لاجيب. صافي كنبقاو نخيطوا حتى الجهه الاخرى بهذا الشكل. هانتوما كما كتلاحظوا راه ما خيطتش فوق لاستيك ديالي. من بعدها غادي نثبت لاستيك ديال البنات، غندوز ماكينه الخياطه في الوسط تاع لاستيك باش نثبتوه. انتما كما كتلاحظوا لاستيك ديالي راه كنجر لاستيك باش يتيرى، انتما كنجر لاستيك كيتيرى وكنبقى نخيط، يعني كيتيرى لاستيك بهذا الشكل، انتما كيتيرى لاستيك وكنخيط حتى الجهه الاخرى. صافي هذا هو الخلف ديالنا. الان غنخيطوا الخلف والامام مع بعضياتهم. من بعد ما خيطنا ليه الباندا بهذا الشكل للامام وللخلف ايضا، صافي غنجمعوا لاجيب ديالنا في الجناب، يعني من الفوق كنجمعوا في الجناب ديالها حتى لتحت، ومن بعدها البنات غنكفوا ليها لتحت، يعني غادي نديروا ليها لوغلي من لتحت على حسب شحال خليتو في الخياطه، يعني كنعبروها نخليو في هذيك 32 سنتيم اللي بغات السيده، لان هذه الكوموند لواحد السيده. كنخليو ديك 32 طول التنوره، وداك الزائد راه كنديرو كنتنيوه من الاسفل. الان مرو الخياطه لافيست. بالنسبه لافيست ديالنا البنات كنخيطوا ليه اول حاجه كنخيطوا الامام مع الخلف، يعني نخيطوا الكتفين مع بعضياتهم. دائما الوجه تاع الثوب مع الوجه، يعني كنحطوا الوجه تاع الثوب على الوجه ونخيطوه الكتفين مع بعضياتهم. كنخيطوا الكتفين بهذا الشكل، الكتف الاول والكتف الثاني ايضا بنفس الطريقه، يعني ديال الامام وديال الخلف كنخيطهم مع بعضياتهم. من بعد ما كنخيط الكتفين ديال لافيس ديالي، الان غادي نخيط هنا اللياقه، يعني كل شوميز ديالنا. الكول هو هذا، غادي نجيبوا ليه الخياطه بهذا الشكل، يعني من هذه البلاصه غنجيو بالخياطه. دائما الوجه تاع الثوب مع الوجه، راه هنا جوج القطع اللي كنا قطعنا مع بعضياتهم، دائما هنا وجه الثوب على الوجه، يعني وجه القماش على الوجه، كنخيطو بهذا الشكل حتى الجهه الاخرى، ونخيطو ايضا هذا الاسفل بهذا الشكل. صافي من بعد ما كنخيطو البنات هاد الوديناس كنقطعوهم هكايا، ومن بعد كنقلبو القطعه ديالنا بهذا الشكل كنقلبوها، وهاد الودينات راه كنخشيوهم مزيان بشي ابره تكون غليظه اولا الكروشي، يعني ضروري نخرجوهم مزيان هاد الودينات بهذا الشكل. صافي من بعد ما كنخرجوا هاد الودينات بهذا الشكل ديال اللياقه ديالنا، يعني ديال الكول تاعنا بهذا الشكل، ومن بعدها غندوز عليه عبار الصباط. غندوزو عبار الصباط على هاد البلاصه اللي كنا خيطنا، غنعبروا غندوزو عليها عبار الصباط. صافي من بعد ما دوزنا ماكينه الخياطه ديالنا على الكول ديالنا كيجي بهذا الشكل، من بعدها غنطويها البنات على جوج وناخذ المنتصف ديال هاد الكول. من بعد ما خديت المنتصف تاع الكول غنجيب الشوميز ديالي اللي كنت خيطت ليه الكتفين مع بعضياتهم، كناخذ ايضا منتصف الرقبه الخلفيه بهذا الشكل. صافي من بعد ما كناخذ منتصف الرقبه الخلفيه بهذا الشكل، هانتوما كما كتلاحظوا كنجي هنايا على الوجه تاع لافيس ديالنا، تما كنحطو هكايا اللياقه تاعنا. هانتوما كما كتلاحظوا كيفاش كنحطو هاد الكول تاعنا، كنحطوه بهذا الشكل. غنقلب البياسه ديالي باش تتضح لكم اكثر. هانتوما كما كتلاحظوا هنا كنطلعوا بواحد سنتيم تقريبا اللياقه، عفوا هذه
كل شوميز ديالنا راه كنطلعوه شويه، انتما كما كتلاحظوا راه كيكون طالع على دوره الرقبه، كيطلع بواحد سنتيم تقريبا، يعني ما كيكونش قد دوره الرقبه، كنطلعوه شويه صافي، وكنبقاو نخيطوا من منتصف الرقبه، وكنبقاو غادين حتى الامام، يعني من منتصف الرقبه الخلفيه كنحطوا عليه منتصف الكول تاعنا اللي كنا كرانينا، كنبقاو غادين حتى الجنب بهذا الشكل كما كتلاحظوا صافي. من بعدها البنات ملي كنوصلوا حتى الرقبه الاماميه بهذا الشكل، من بعدها الجهه الاخرى كنبداوها البنات، نوريكم منين غنبداوها، كناخذوا هكايا البلاصه فين غنديروا المرض، كنحطوا مع بعضياته بهذا الشكل، وكناخذوا فين وصلت لنا اللياقه، كنشدوا الجهه الاخرى تما فين كنديروا كل شوميز هنا، هانتوما فين وصل لنا كل شوميز في هذه الجهه، كنديروا عليه الكول في الجهه الاخرى باش ما يجينيش واحد البلاصه الكول واصل حتى يعني ما يجيناش الكول ديالنا مراجل، واحد البلاصه جاي حتى لقدام، واحد واحد الجنب داخل الكول، لا كنشدوا الكول ديالنا بهذا الشكل، يعني ضروري كنقدوه في الامام، يكون مقاد في الامام صافي، وكنخيطوا عاوتاني من الامام للخلف، ودائما كنخليو الكول القماش تاع الكول خارج بواحد سنتيم، وكنبقاو نخيطوا حتى المنتصف تاع الرقبه ديالنا فين بدينا الخياطه في الاول صافي. البنات من بعدها هانتوما كتلاحظوا هنا راه طويت ديك 6 سنتيم اللي كنت خليت ديال المرض، طويت منها 4 سنتيم، هانتوما كما كتلاحظوا راه طويت منها 4 سنتيم، يعني خليت جوج سنتيم تاع المرض، طويت جوج سنتيم تاع المرض اللي كنت خليت قبيله ملي في الفصاله، يعني كنت طويت بهذا الشكل، هانتوما كما كتلاحظوا راه كنطويوها هكايا على اللياقه ديالنا، يعني على كل شوميز، وكنخيطوا نتوما يمكن لكم طويوها ملي كنتو كتخيطوا كل شوميز، هنايا انا خليتها حتى خيطتها بوحدها، في الجهه الاخرى راه كنديروا نفس الطريقه، يعني حتى هي كنخليوها فيها جوج سنتيم وكنطويوها ونخيطوا صافي. هنايا البنات غنحيدوا الزوائد ديال القماش اللي كتكون عندنا هنايا بالنسبه للياقه ديالنا، يعني كل شوميز ديالنا راه كنا خلينا فيه واحد سنتيم خارج، كنحيدوا سنتيم اللي كتكون لداخل، وكنخليو سنتيم اللي كتكون على برا، يعني الدوبلور اللي كاين عندنا لداخل ديال هاد اللياقه كنحيدوه كننقصو، لان الثوب عندي غليظ، يعني الثوب عندي تخين، فضروري كنحيد منه التحتاني باش ما يجينيش الثوب مكلكع بزاف هنايا صافي. كنتني هكايا التنيه وكندوز ماكينه الخياطه على هاد اللياقه، على هاد الدوره تاع اللياقه، انتما كما كتلاحظوا راه كنتني وكنخيط صافي، كنبقاو نخيطوا حتى الجهه الاخرى. بالنسبه للبنات هنا المرض راه كنخليه باقي مطوي، يعني الجهه الاخرى باش ما يعنكشنيش وانا كنطوي هكايا هاد البلاصه، يعني ملي كنوصل هاد البلاصه راه كيبقى هنايا صافي، كنبقى حتى الجهه الاخرى صافي، كيجي الكول ديالي بهذا الشكل وكيجي مفيني مزيان، انتما كما كتلاحظوا المرض ديالي من بعد ما نقلبو كيجي بهذا الشكل، يعني كتجي الكول ديالي مفيني مزيان. وفي الجهه الاخرى راه بنفس الطريقه درتها البنات صافي. الان غادي نمروا انتما كما كتلاحظوا راه كيجي بهذا الشكل، هذا هو المرض ديالنا، وهذه هي اللياقه ديالنا. هنا البنات كنخليو المرض ديالنا كنخليوه مازال مطوي على برا، يعني كيكون مطوي هكايا على الوجه تاع الثوب، كنجيو لتحت كامل، كنجيو للاسفل كامل هنايا، يعني ديك 4 سنتيم كتكون هكايا مطويه على الوجه، وكندوزو ماكينه الخياطه على بعد 1 سنتيم، كندوزو على بعد 1 سنتيم ولا 2 سنتيم على حسب نتوما، لان هنا هاد هنا فين غادي يحكم لك على الطول تاع لا فيست ديالك، يعني على حسب الزياده اللي كنتي درتي هنايا في لوغلي، يعني الا درتي 2 سنتيم هي اللي غتكون لك لوغلي هنايا، كديريه على بعد 2 سنتيم، لان من بعد ما كتقلبيها البنات بهذا الشكل انتيا كتجي ديك 1 سنتيم نيشان، يعني كتجي بوحدها كتكون مطويه على الفوق صافي، وكتدوزي ماكينه الخياطه على دوره الجليل ديالك صافي. هنايا كنخرجوا هاد القنيات، وهنا كدوزي ماكينه الخياطه الا بغيتي تثبتيها، انا ما غنخليها البنات بهذا الشكل، وغيكون غيثبتوا ليا فقط الازرار صافي. هنا غنمروا ندير ايضا الاكمام ديالي، يعني غنخيط الاكمام ديالي، كنخيطوا الاكمام بهذا الشكل، يعني بطريقه اللي مولفين ديما كنخيطوهم فيه، كناخذ المنتصف تاع الكم وكنجي من
الكتف من منتصف الكتف كنتم غاده وهابطه للامام. دائما انا كنخيط الكتف ديالي الاكمام ديالي عفوا بهذا الشكل باش يجيني الكم ديالي في الوسط. كنفضل هاد الطريقه. صافي عاوتاني البنات كنجيب الخياطه ديالي من من الوسط يعني من الكتف وكنجي هابطه مع التركيز ديال الخلف. من بعد ما كنخيط الكم ديالي هنايا كنطوي الكم ديالي على جوج وغنجي من راس الكم ونتم هابطه بالماكينه الخياطه ديالي للاسفل. صافي هكذا كنكونوا سالينا من خياطه الطقم ديالنا. نمروا نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات كما كتلاحظوا كيجي انيق سالف تفصله وايضا في الخياطه. بالنسبه لهاد الجيوب اللي درت ليها البنات راهم وهميين يعني ما درتش الجيوب فقط درت جوج قطع مستطيله وخيطتهم في هاد البلاصه. صافي وايضا درت ليها الازرار الشوميز يعني ثلاثه الازرار وجوج كندير موكايا كزينه في الجوانب. وبالنسبه لهاد القبعه ففات ليا شاركت معكم طريقه خياطتها وتفصيلها. وهذا هو الفيديو ديال اليوم البنات. نتمنى ان اعجابكم تكونوا استفدتوا معي ولو بشيء بسيط. ما تنساونيش من اللايكات او البارطاج للفيديو وشكرا على المشاهده والى اللقاء.